لذلك اليوم ربما الناس هم بغير مجال. توقف الثنائي الشيعي عن تدليع وليد جنبلاط، هكذا وصفت مصادر مطلعة لجريدة الأخبار مشهد التحالفات السياسية بين الاشتراكي والثنائي، في حين قد اعتاد رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط أن يعوض بعطف حركة أمل وحزب الله ما يخسره بالقضاء والقدر والخيارات الخاطئة خلال الانتخابات. فمع اقتراب الاستحقاق المقبل، كيف سيكون المشهد الانتخابي بين الاشتراكي والثنائي الشيعي؟ مع رئيس نبيه بري محسومة، لكن مع الغير بعدها مش محسومة. لفتت جريدة الأخبار إلى أنه مع اقتراب الاستحقاق المقبل لم يستدر رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط كعادته في الاستحقاقات المفصلية، إذ يزال يذهب بعيداً في مواقفه المعادية لحزب الله، حيث أعلن تخندقه في الانتخابات بتعليمة سعودية إلى جانب حزب القوات اللبنانية. لكن آخر شريك بالنضال الوطني والعربي هو الرئيس بري. ولذلك وبحسب المصدر نفسه، يبدو أن الثنائي قرر في الانتخابات المقبلة التوقف عن تدليع جنبلاط الذي يصور الأمر هجوماً عليه ويجيش العصب الجنبلاطي والطائفي لإسقاط الوزير السابق وئام وهاب في الشوف، ورفع اسم النائب وائل أبو فعور في راشية مع الاحتفاظ بخط الرجعة، إذ لم يرد بترشيح درزي ثانٍ في دائرة علي لمنافسة النائب طلال أجتلان وإسقاطه. مش ما نصرهم، ما نحصروا بهالدائرة أنه يعني دائرة الثنائي، هو ابن ثورة طويلة عريضة. وبحسب جريدة الأخبار، رغم أن حزب الله أبلغ قيادة الاشتراك نيته دعم طارق الداوود في راشية وعدم القلق من ترشيح الداوود، رغم أن فوز الأخير يعني سقوط النائب إليل فرزلي، وهو ما لن يسمح به الرئيس نبيه بري، إلا أن جنبلاط لا يشعر بالارتياح لعدم قدرته حتى الآن على ضمان حاصل انتخابي لأبو فعور بسبب عدم وضوح التحالفات مع مرشح سني. ما بقول جماعة بدك تتشاوري مع الكل، تتشاوري مع الكل، ومساحة التصويت يعني مساحة لائحة اللقاء الديمقراطي صغيرة، ما عبلك على كل لبنان. من ناحية أخرى، أقرت مصادر اشتراكية بأن المقعد الوحيد الذي لم يعد في متناول اليد هو مقعد بيروت الثانية الذي يشغله حالياً النائب فيصل الصايغ، وهو سيذهب لمرشح أرسلان نسيب الجوهري بعدما كان الوزير السابق صالح الغريب مرشحاً له. وأظهرت المصادر أن جنبلاط رفض عميد الأعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي فراس الشوفي رفضاً قاطعاً، فسارع أرسلان إلى طرح الجوهري الذي يعتبر معتدلاً مقارنة مع الغريب.